يوسف، مريم جت البيت وضربت، مريم جت البيت وضربت، اخذت تليفوني على العربي، حتى تليفوني ما لعبتش اخذه. يوسف يوسف اسمعني، مريم قالت لي انك اديتها الورقه. انت اديتها الورقه بجد؟ انت ساكت ليه؟ اديتها لها؟ ايوه اديتها. واطلعي بقى من دماغي. اديتها؟ ايوه. واطلع من دماغك؟ ماشي، يبقى نرجع للحقيقة بقى. الولد اللي في بطني ده ابنك انت. روح شوف هتربيه منين ولا ازاي، عشان انا هثبت ان ده ابنك انت. انت فاهم؟ انا هثبت ان ده ابنك انت. انت فاكر ايه يعني؟ كلكم هتصفوا حسابكم وانا هلبس ده لوحدي؟ لا يا حبيبي، لا مش انا، مش انا، عليا وعلى عديمة. اللي في بطنك ابنك انت. احنا محتاجين نعمل مسابقة عشان نعرف مين ابوه. يا واطي يا واطي يا واطي.